الشنطة جاية علينا. الله يجيلك ويحط عليك يا اللي ما بتفهمشي. اهم قعدوا في البيت وبلطوا، هنخرجهم ازاي دول؟ ده مش هيطلعوا ولا بالطبل البلدي. تاكلي يا عمتي؟ انتوا مش هتناموا؟ لا ننام دلوقتي ايه؟ احنا هنصبر نفسنا بلقمه دلوقتي عبال ما يجي احمد ونتعشى سوا. هاتي صبرينا صبرينا، يلا بسرعه قبل ما تطفحوا. لسه هتتعشوا؟ البيت أهلا بيك. أهلا وسهلا. مش سامعة لك حس بقالي يومين، قلت أجي أسأل عنك. يا ستي كتر خيرك والله. امسك من إيدي، خد. إيه ده بس؟ عاملة لك رز بلبن بإيديا والله. طب ليه التعب ده بس يعني؟ لا تعب ولا حاجة، تعبك راحة. لو عوزت أي حاجة، أي حاجة تعوزها قول لي على طول يا أخوي. بقول لك إيه؟ لو عندك هدوم عايزة تتغسل إديها لي، أنا أغسلها لك. متشكر يا زوجي، كتر خيرك. ولو في كمان غيارات يعني داخليه ممكن نغسلها لك برضه. ايه ان شاء الله. متشكر متشكر. بقول لك انا سهرانه، لو عوزت اي حاجه قول لي. حاضر كتر خيرك. متشكر. سلام يا سي عبد. تصبح على خير. انت من اهل. تصبح على خير. روح اتخمدي. يا نهار اسود يا سيده، انت طالعه للراجل في عز الليل واخده له كمان رز بلبن؟ انت ايه اللي صحك دلوقتي في نص الليل؟ ايه اللي جابك ورايا؟ القدر، القدر عشان الحق المحظور قبل ما يقع. محظور؟ محظور ايه يا بت؟ ايه اللي محظور؟ تعالى يا احمد تعالى شوف البت بتعمل ايه. بت ايه؟ مين اللي بت يا بت؟ انت عايزه تفضحينا؟ عايزه تجرسينا؟ الحمد لله انا شفت كل حاجه بعيني، ما حدش قال لي. انت عارفه يا منى، انت اكتر واحده بحبها في اخواتك والله، انت اجمل واحده فيهم. ها؟ لا انت هتقولي لي برضه. بقول لك ايه، امك دي كانت غالية علي، كنا كده سرها معايا وسري معاها كل حاجة يا عيني. وهي بتفرفر وبتموت قالت عايزة أشوف سيدة. قالت لي، جات لي في المنام وقالت لي هو سيدة في زيها؟ بس قولي لي أنت إيه الحكاية من غير لف ودوران كده؟ ها غراميات وكده قولي لي بس ما تتكسفيش. بس شوفي بقول لك إيه، عندي رز بلبن عسل معمول بلبن حليب ورز درجة أولى يستاهل بقك. تعالى اديكي يا ماما. منى